كنطالبوا من المسؤولين باش ياخذوا بعين الاعتبار هذه المساله. حنا داك النهار هضرنا على الواد الحار، غير جاوا سرحوهم مشاو. دابا حنا ملي كتصب الشتا كنباتوا مخلوعين، كنخافوا يفضوا علينا القوادس، كنخافوا من بزاف الحوايج. الناس ملي كتنعسي راه النعاس خو الموت. ملي كتشتا راه كيعمروا قراقر مع التراب الزناقي ما مضصينش، خاص الزناقي اولا يضصوا لينا الحفار. حنا بالاخص حنا هنا التحتانيين مكرفصين، كيهبط عندنا كل شيء، والقراقر مع ديال القوادس هاد الصغيورين كيحبسهم التراب كيتسدوا. حنا دابا كنطالبوا المسؤولين باش يقادوا لنا هاد الطريق ويوسعوا لنا بعد القوات شويه. هادشي راه ماشي شي قوات اللي هما راه بحال دارنا داكشي عشوائي، ماشي شي حاجه اللي هي مزيانه. المهم حنا ولينا كنعيشوا في الرعب، كنفرحوا بالشتا وفي نفس الوقت كنخافوا منها، كنخافوا من الشتا بزاف. حنا بغينا الشتا، الشتا رحمه الله سبحانه وتعالى، ولكن كنخافوا منها على ود كتحبسنا القويدسات. كنطالبوا باش يقادوا لنا الطريق اولا، يقادوا لنا الزناقي باش حتىش هاد الزناقي حنايا انت كتشوفي دابا الضايات، وليداتنا كيخرجوا كيطيحوا ويلعبوا في الغيس، يدخلوا الغيس للديور. الماء كيجينا الماء غالي، الماء تاع الجمعيه ما بقيناش بغيناه، حيتاش الماء حنا 400 طون، انا كتجيني 12 طون في الشهر، 12 طون كتجيني 4000 ريال في الشهر، كتجيني 4400 تحت الضو. الدراري كيقراو بالويفي، كنخلص 4000 ريال تاع الويفي، راه بزاف بنادم. كاين اللي ما خدامش مسكين، كيعاني من كل شيء. الناس مكرفصه، ما كاينش اللي التفت لي، ما كاينش اللي كيسول فيه ولا اللي كيفكر فيه، ما كاينش. حتى اللي كانوا مكلفين في الجمعيه في الاول كيديروا داك الشيء في جيوبهم، ما كيعرفوش السكان، ما كيعرفوش السكان ولا كيعرفوا ولا كيقولوا حق زيد عندنا 100 في 100 في الماء. كيقول لك 100 كنعطوها للفقيه، ما كيعطوش للفقيه، الفقيه ما كيتوصل بحتى شي حاجه. حتى الفقيه كيعاني، حتى المسجد كيعاني، دابا المسجد مسدود، حتى هو مسكين مكرفص. منسيه حنا كنقولوا حنا المؤخره ديال كازا، ما كنقولوش حنا قلب كازا، كنقولوا حنا مؤخره تاع كازا. من الاخر حنا المؤخره تاع كازا، حتى واحد ما كيعرفنا، حتى واحد ما كيسول فينا. حنا مكرفصين بزاف بزاف، وليداتنا مكرفصين، ما كاين فين يلعبوا، ما كاين جريدات فين يخرجوا الدراري، ما كاين حتى شي حاجه. انت كتشوفوا في الحاله انت محنين. عندنا بالنسبه لهاد الويدان حنا كنا محنين قبل اصلا، كنشطبوا انا الكيهود ديال الحي كله ملي كتصب الشتا بلا شتا. وملي داروا هاد الويدان تكرفصنا شويه، هادو كيفيضوا علينا القراقر حاشاكم بزاف. وكنتمناو من الله يصلحوا لنا هاد الزناقي، راه حنا معذبين مراضين وناس كبار وكيضروا لنا رجلينا. كاين تكرفيس مخشي، كاين تكرفيس، كنباتوا فايقين على لا يفيضوا لنا القوادس. كنباتوا فايقين ديال الشتا دائما، كنباتوا عاسين حاشاك على القراقر لا يفيضوا لنا الديور. ما عندناش المغد، عندنا ديال الجمعيه شادينو غالي، الناس المساكين ما لاقينش باش يخلصوه، محنين المواطن هنا ديال الحي محنين. اش غنقول لك يا بنتي، لا اله الا الله، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. كنتاخموا على باش يشوفوا من حالنا، ولكن كيقلبوا على مصلحتهم، هذا هو المشكل. احنا في الضروريه، الناس رانا عسونا صباح نغسل جارتيني، تكلمت لي دابا على الغايصه وعلى داكشي اللي دخلينا، قالت لي سير تنعي من الشتاء. والحمد لله، اللهم لك الحمد. طالبوا الاصلاح والماء كيدخل لينا، ويشوفوا من حالنا في هذا الماء اللي مقيد علينا الجمعيه بدون قانون. وراه كله كاين مول منيول، كاين مول 100، كاين مول 60، والناس ما لقاش ما تاكل، حتى الماكله ما لقاش الناس ما تاكل، الناس ما خدامينش، الناس ما محركينش، كثر في هذه الجائحه. الناس سادين عليهم وجالسين، لا من نساء ولا رجال، الناس مدرورين والحمد لله. كان مشاكل عندنا، عندنا الواد الحار باقي ما تصاوش لنا الطريق، وعندنا عندنا الماء ما عندناش، وعندنا مثلا المعيشه كتصب الشتا كنولي عامرين بالماء وبكلشي، الطريق محبوسه مكتسكين، هبط لنا الماء هنايا اش كي غنديروا ليه؟ كنتكرفصوا. وما عندنا الماء، حنا واقفين الماء كيكبش لينا، كيكب غير شويه في سميتو، الا حليت انا ما كيشدش هذاك الماء ديال الجمعيه، ما تلقايش. وحنا الحمد لله ما عندناش شي حاجه، ما فهمناش، وحنا خدامين على عقد الحال وهذا، والله يسوي لك الخير. كنطالبوا يصاوبوا لنا الزنقه ويديروا لنا الماء ويديروا لنا شي حل معانا. الواد الحار ديما عندنا حنا مخنوق، ديك النهار عاد عيطنا لهم على حساب الواد الحار. ملي كتصب الشتا كثر كيتسدوا، كيولي الماء داخلنا حتى للديور، مع جانا القرقرات طالعين حتى للطواليطات كيدخل لنا حتى للديور، راه شوفي حالتنا كدير. والحمد لله حنا شويه من بعد ما كنعسوش، كنعسوش بعض المرات كيتسد لنا القوادس، كنباتوا اساسيين باش ما يدخلش لنا الماء لديورنا. بغينا الاصلاح، بغينا يصلحوا لنا هنايا، سمحنا زنقتنا وقادونا يديروا لنا، تلقوا لنا الماء ديال، حنا ما عندناش باش نخلصوا الجمعيه، حنا عقد الحال.